أهلا وسهلا بكم في دورة لغة اللون. في هذه الدورة رح نتعلم على الألوان المنشورية وكيف نستخرجها استنادا على الدائرة الحديثة. كمان رح نتعرف على طريقة استخراج الألوان الثانوية بنسب معينة وبطريقة أكاديمية منظمة وبنتائج مضمونة وصحيحة بإذن الله. أيضا حنتعلم على طريقة استخراج الألوان الثالثية وتوظيفها في علاقة لونية منسجمة. كمان حنتعرف على خصائص اللون ابتداء من قيمة اللون وطريقة استخدام عدد معين من القيم. مرورا بشدة اللون وأيضاً حنعرف كنه اللون. حنطبق جميع التمارين بهدف زيادة حساسية العين للون، وحنتعلم كيف نوظف هذه الدرجات اللونية المستخرجة في أعمالنا الفنية. من المحاور المهمة أيضاً استخراج درجات لونية من عناصر في الطبيعة، وهي ما تسمى بتشريح اللون. محور العلاقات اللونية مهم، لكن دي المرة حتطرق له بطريقة جديدة بحيث أوسع الخيارات لنفسي ولمتدرباتي وإنشاء علاقة لونية خاصة بينا. المحور الرهيب جداً التفكير اللوني البصري، وهو تمرين قوي جداً. ما ننسى كمان أهمية معرفة عناصر أسس التصميم، بالتحديد عنصر اللون. حنتعرف على التوازن في اللون، أيضا حنتعرف على الانسجام في اللون، وأيضاً رح نتعرف على الوحدة والسيادة والتناسب في اللون، وبالإضافة إلى محاور متعددة بإذن الله حتلاقوا الفائدة والمتعة من هذه الدورة.